قال لك ولا كيف السلام عليكم. وقف هلا حبيبي. انت على بالك باب بدون حارس؟ ايش فيك؟ اشتغلت حارس؟ باب كيفي. لا تتدخل انت. شغله عندنا رحله للخيمه. ايه والخيمه انا بحجزتها. ايه قطية عندكم حق الخيمه. ايه وعندكم نشوف، ابي اشوف اللي كلته ما كلته. عندي انا اللي ما تبي تروح ما تقط خلاص. ايه انا مو برايح، انا ما بقعد. بس بعدين ايش لك حال ويا منك؟ قل له مو برايح، فك نفسك. ما برايح انا خلاص. برايح بعد انت. ايش طب على اسمه؟ شني داخل برا. وقف سكنت. ايش فيك؟ من قهرني حاجز استراحه. انا حاجز خيمه من قهرني. وين بتروح؟ ها؟ شلون بروح؟ إذا ما رحت الخيم وين بتروح؟ يبا عندنا المزرعة نقعد فيها. أنا عندنا خيمة تكفي. إي والله. يماي إلى كلش. إذا ما رحنا الخيمة بنتعطل. يماي. قام بس لا لطمك على وجهك الحين. إيه خلاص طلبها. اسمع يبا اسمع. ترى انا مفضي لكم. خيمة بنمشي. انت جلس بالمزرعة وقعد وياه بس ورا الحمام، وقعد تسالف وياه، وقعد على راحتك. احنا بنروح يبا هناك نشب لنا الضوء. نقعد نتسامر، بنسوي لنا عشاء. لا ايه بنقعد بقى بنلعب طائرة. لا شلون جبنا ذي لعبة الحي والدرج؟ ما درينا على الكلام. صدق في طائرة؟ في طائرة بعد. الله تدري؟ لا ما دريت. اجر. فهمت؟ اجر. في لعب. طائرة وفي كل شيء، بسوي لهم فعاليات هناك. والله تصدق ما دريت عن هالشيء. انا احس يا اخوي سمسم ان روحة المخيم ذي روحة عادية كالعادة. ما توقعت. ما توقعت الفعاليات. وفي عشاء بعد. عشاء على مستوى عالي وعالي. اليوم خليتي غسل يديني يكون فوق العشر مرات. لا. بنسوي شيء شعرية. بنسوي ماكو يا بوديج. بسوي من المشويات. الله 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 الله. كل هالكلام ذو احنا ما ندري يا ابو دوي. ما تدري يابا انا عندي. لا لا يابا لا يابا احنا اسفين انا يا سامي. دام يابا هذه الفعاليات وهالترتيب الزين احنا مو برايحين. شوف كيف بس. انا قبل وياكم تضحك. ما رايحين احنا. ايش فيكم انت؟ يعني هذا حالتي وياكم. حبيبي احنا بنروح المخيم، بتروحون احنا بنروح. وش اللي تمرون عليه حاضرين؟ بس هالحركات دي قاعد تسجل لي اسامي كنا احنا طلاب مدرسه. متى تكبر عن العجل؟ شوف يعني انتم تسمعون كلامي وتمشون بالاراده اللي بيها ولا كل واحد يشتغل؟ لا حبيبي انا مو برايح. خليها قول لك. لا مو برايح. لا بروح. تروح ولا لا؟ خلاص بروح. سجل اسمي. اصبر. انت وياه. باخر السيارة نطلع طلع جدور. ليش طلع جدوره؟ ما نعرف نوع. وانش لا شاريه السيارة ذي؟ شاريها حق خدمتكم. بدل يبا ما تطلعون يبا الجدور وعزبة الكشت وتحطون في سياراتكم، حملوها انا ونروح فيها. الحين راح اجيب المفتاح من البيت ونروح فيها. بعد لا حمل كل شي فيها. اي انا ما شريت الا حق خدماتكم يا اخوي زجران. خدماتنا احنا حق نخدم هازل. ما تخدمنا. لا قاعد نخدمها والله قاعد نخدمها. شلون؟ انا قصع ما طبط ندف فيها. بدل ما تدفنا احنا ندفها. اسمع لا اخوي انا دكتور انا صلحت وتعبت عليها. عرفت يا اخوي زجران؟ يا اخوي خلينا نجرب موتر. سوينا له صيانه الحمد لله رب العالمين. قال لي الميكانيكي خلاص بعد اليوم ما يتعطل. ما يتعطل. واذا ما اشتغل ها؟ اذا قمنا ندفدف فيه. تعال واحد ما بدف. لا ما اذا ما اشتغل احسن. عشان نضحك الجمهور. ما طال بك ابو كيوم. ماشي هالمره عشان ما نتبهدل. بيشتغل الموتر اموره طيبه. اليوم الصبح انا رايح في سوق الغنم. اليوم الصبح ما شفتني في الجروب. رايح اشتري 10 ذبايح عندنا عرس. اسمه ندخل بعدين نتفاهم. يلا حملوا العفش. يلا امر يا حبيبي. امر. ايه شلون يا خش بدون استئذان؟ وليش ما وقف؟ شايف وكاله بدون بواب؟ ايه ولا تعبرني؟ ترى يا ابو دويش متعمد ترى يسوي الحركه. شوف قاعد يضحك بعد. قاعد يضحك. يسجل حضور وانصراف. خش اسمه يا ابو باسم.
تخش لازم تشوف من اللي الموجود في وجهك. عادل 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 عادل. هلا والله هلا والله استوعب. وحي الله وهلا والله وحي الله وبينجلدون اليوم ويماي هاي بويسم. والله قال بويسم قال رجال بشيباتك رجال يا البسمي بشيباتك قال عنك بويسم قال بويسم سنة سنة بويسم 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 اي ما بخايف منك فكري بخاف منين؟ اوف 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 في مستجدات انتبه بس لا تكمخك على وجهك. اقول شو انا بحطك على اغراض هنا لا لا يلا خلص بس يلا حمد ونبي ويانا والله ما عندي ايه بس لسانك ايه امر شو اللي بغيت يعني؟ عندي من سوق الحراج.